طيب مستهدفين كام السنة دي بقى؟ يعني ما كانتش سنة سهلة سواء بالنسبة يعني ليكوا بالذات في العمل الأهلي. هل أولا خليني أسألك، هل كل مستهدفاتكم في رمضان السنة دي داخل مصر، ولا تبعتوا حاجات لأهالينا في غزة، ولا إيه الوضع؟ طبعا اهالينا في غزه يعني احنا على طول مستمرين في الدعم، والحمد لله رب العالمين ان التبرعات اللي جايه لنا لغزه منفصله تماما عن اللي بيجي لنا لمصر. احنا قضيتنا الاساس طبعا خدمه مصر والمصريين، وده الحمد لله ماشي كويس جدا جدا. اللي بيجي لغزه بيجي فوق التبرعات بتاعه مصر، وبنقدر الحمد لله يبقى لينا دور لغايه دلوقتي. يعني بعتنا حوالي 450 شاحنه يعني الى غزه، ولسه مكملين ان شاء الله لغايه انتهاء الازمه. مستهدفين كام كرتونة السنة دي توزعوها في رمضان عموما؟ على الأقل مليون، على الأقل مليون إن شاء الله. الناس وطبعا في وهي السبعة وعشرين بتتبرع، وخمسة يعني. الناس وهي بتتبرع بتقول لك انا مثلا عايز التبرع ده لكراتين في مصر، او عايز التبرع ده لكراتين في غزة، يعني في فصل في الموضوع ده يعني في القصة دي؟ طبعا اللي بيتبرع في البنوك ده طبعا بيبقى كله لمصر على طول. اللي بيتبرع في الأونلاين بيبقى سهل قوي إنه ينقي، واللي بيتبرع ان هو بيتصل بينا مثلا على 160 60 بيبقى سهل قوي برضه انه ينقي بالظبط. على حسب يعني قناه التبرع، بس طبعا كل حاجه بتروح في مكانها. وممكن حد يتصل ومش عايز يتبرع لا في ده ولا في ده، ممكن حد عايز يعمل صدقه جاريه. يعني احنا دلوقتي بنستقبل تبرعات للصدقه الجاريه، بنعمل بيها تيكيات متنقله، مش عارف حضرتك شفتيها ولا لا. فدي كلها صدقه جاريه جميله، دي عربيات بتمشي في كل مكان في مصر وبتوزع وجبات على المستحقين، وبرضه بنعمل كصدقه جاريه مطابخ ملحقه بالمدارس الابتدائيه في المناطق الاولى بالرعايه، او بالحضانات الاهليه اللي تبع وزاره التضامن، ودي برضه صدقه جاريه جميله. فالانسان ممكن ينقي ايه وجه الخير اللي هو عايز يعمله من خلال بنك التعاون المصري، وهيلاقيه ان شاء الله. بتوصلوا ازاي للمحافظات الحدودية الأبعد؟ يعني أنا عارفة إن خلاص أنتوا عندكم شبكة ضخمة جدا من التحالف الوطني كله، ولكن المحافظات الحدودية برضو بتوصلوا لها ازاي في رمضان؟ طبعا احنا في بنك التعاون المصري شغالين عن طريق اكثر من 4500 نقطه منتشرين في كل مكان في الجمهوريه. يعني احنا تغطيتنا دلوقتي حاليا 100% من محافظات الجمهوريه وحوالي 1400 قريه مصريه. كل قريه من دول عندنا فيها كذا نقطه توزيع، بنقدر ان احنا نوصل بالظبط للانسان الاحق والاولى باستلام الخدمه. وان احنا نتحقق من استلام الخدمه دي، حضرتك اكيد عارفه عمليه عندنا معقده جدا، ان احنا بنعمل كذا مستوى من الابحاث الميدانيه وبيتم مراجعتها كل شويه للتاكد ان الحاله اللي احنا بنساعد عليها الانسان الحاله دي لا تزال هي هي. يعني مثلا واحده كان زوجها سابها، زوجها ما رجعش، ما فيش واحده مثلا مره واحده ورثت او هكذا، فالانسان لسه بيفضل في حاله استحقاق، فبنفضل نخدمه. وبرضه انا لازم اكد برضه يعني زي ما باكد على طول ان اي حد بياخد من بنك التعاون المصري مساعدات غذائيه مباشره، الناس دي ما ينفعش تشتغل، ما بتقدرش تشتغل. احنا مش بنعلم الناس الاتكاليه او بنديهم كراتين بدل ما بيشتغلوا، لا، احنا الفئات اللي بنساعدها بالمساعدات المباشره فئات لا تستطيع العمل، مثلا كبار السن، بعض من يعني الاهالي اللي عندهم اعاقات معينه تمنعهم من العمل، وسيدات معيلات لعده اطفال مش هيقدروا يشتغلوا، ولو اشتغلوا دخلهم مش هيحقق عمره الامن الغذائي الكافي ليها او لاولادها.